يعني أثار علامة استفهام كبيرة جدا. ناس حتى كان معانا عبد الفتاح أحمد في الجالية المصرية، مبسوطين من النتيجة لكن الأداء يعني متخوفين منه. شايف هل ده علشان كيروش الاختيارات مختلفة؟ هل علشان بيلعب بالمحليين؟ هل عشان هو بيجرب بعض اللاعبين؟ وجهة نظرك في الظهور النهارده بشكل متواضع. هو طبعا مبروك لمنتخبنا الوطني، طبعا اول مباراه طبعا في البطوله العربيه، في البطوله العربيه كسبنا 1-0 منتخب متواضع مع احترامي الشديد ليه، منتخب لبنان. كنا ممكن نكسب اكتر من كده. انت شفت تونس كسبت سكور، المغرب كسبت سكور وعملوا اداء ونتيجه، لكن احنا كنا نتمنى نبقى زيهم، يعني نكسب 3-4 واداء كويس. لكن النهارده الاداء بصراحه ما عجبنيش، ولا في كره جماعيه ولا في حتى كره فرديه ولا 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 ابداع في الملعب. كسبنا 1-0 بضرب الجزاء كمان لقفشه في الدقيقه 71، لكن مش هو ده منتخب مصر اللي يكسب منتخب لبنان 1-0 بالمستوى ده. مستوى ضعيف فنيا. ليه؟ ما هو مستوى ضعيف فنيا ليه؟ معظم اللعيبه اللي كانت موجوده كلها ما لعبتش مع بعض، دي اثرت على الاداء الفني، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم مستر كروش طبعا يبدا يحط العناصر الاساسيه او معظم العناصر الاساسيه اللي هيقدر يعتمد عليها في بطوله افريقيا، لان دي بروفة حقيقيه لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون. فدي نقطه مهمه جدا برضو. الحاجه الثالثه والاهم ان في لعيب دولي ولعيب محلي. هنا بقى البطوله دي هتظهر بقى اللعيبه اللي هتقدر تكمل معاك وتروح معاك بطوله الامم الافريقيه، وهتفرض نفسها على المدير الفني والجهاز الفني بالنسبه لمنتخب مصر من البطوله دي. لكن انا شايف في بعض اللعيبه اللي موجوده اللي ضمها كروش طبعا الفتره اللي فاتت لعيبه محليه. زي مين؟ مش هقول لك اسامي دلوقتي غير لما يلعبوا ماتش يعني الماتش الثاني والثالث عشان اقدر احكم عليهم كويس قوي. لكن كابتن رضا، تقدر تقول اسامي من اللعيبه المحليه، ولا انت شايف ان في منهم كلهم يصلحوا لعيبه دوليه لكن توظيفهم او اللي بيقودهم بطريقه غلط؟ هو في حد بينزل من بطن امه ويبقى دولي؟ انا ضد المقوله دي، لان انت لما كنت تيجي تسال اي مدرب في العهد السابق، يعني مفيش حاجه اسمها لاعب محلي ولاعب دولي زي ما قال الكابتن سليم. هو اللعيب ده بينضم بناء على ايه؟ منتخب مصر. ان بيلعب في اهلي او في زمالك او مكسر الدنيا مثلا في الاسماعيلي، بيلعب منتخبات طول عمره يا كابتن. سيبك من دي، سيبك من دي، سيبك من دي، اسمع اللي انا بقول لك عليه. المنتخبات دلوقتي بقت لبن سمك لبن تمر هندي، كل واحد بيحب واحد بيروح يجيبه وخلاص، وانت مش شايف حاجه، ونتفاجئ ان هم بقالهم. بتكلم على منتخبات الشباب؟ ايوه، 3 سنين بيقعدوا مع بعض، وبعد كده بتيجي اول ما بيصطدم بقى بتونس والمغرب والجزائر بيطلعوا ويتسرح المنتخب ده. يبقى انت فين الاموال اللي انت صرفتها والاهدار المالي العام والكلام ده؟ انت مفروض ان الفرق دي او المنتخبات دي هي الاساس لمنتخب مصر الاول. هات لي مره كده منتخب زي مثلا المنتخب اللي هو الاخير بتاع طوكيو، 3/4 يتسرح، واخد بالك؟ مش هيعتمدوا عليه، بدليل ان هو بنقول لك اسامه جلال اهو، واخد بالك؟ احنا عايزين نتكلم ونقول مفيش حاجه اسمها لعيب دولي ولعيب محلي. في حاجه اسمها مدرب بيحب ويكره. مدرب لو حب ان هو يخلي اسلام نجم مصر هيخليه نجم مصر وهو مش لعيب دولي، بس هو خلاه نجم مصر لان بدا يديله 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 يديله. فعلا الكلام ده يا كابتن سمير، مفيش لاعب دولي ولاعب محلي. هو طبعا كل واحد له وجهه نظر، لكن انا بتكلم في نقطه معينه جدا. انا لما بكون متالق في الدوري وبعمل ماتشات كويسه، لما باجي اتحط تحت ضغط ومستوى فني اعلى من الدوري المصري او الدوري المحلي، هنا بقى بتظهر امكانياتي. بتكشف. في لاعب دولي وفي لاعب محلي. في لاعب دولي وفي لاعب محلي. كابتن رضا، يعني ممكن اكون بختلف مع كابتن رضا في النقطه دي. ليه؟ لان المستوى المحلي غير المستوى الدولي. انت بتضحك ليه يا كابتن رضا؟ يعني انت اول مره وجاي ضيف من اولها كده يعني هتصدمنا؟ لا والله، يعني مفيش حاجه اسمها يا عم سمير. خلاص رحبت بيه، خلاص بقى. لا ما خلاص بقى، ما هو دلوقتي بقى مننا وعلينا بقى، خلاص استحمل بقى، خلاص هيستحمل بقى. بص يا حبيب قلبي يا سمير، ده انت راجل مدرب، اتفضل.
انتوا مش لعبتوا مع بعض؟ اه طيب يبقى خلاص بقى. ما خلاص بقى قلنا زدنا في الايه ده. بص بص يا عم سمير، انت دلوقتي حمدي فتحي ده لعيب دولي مؤسس منتخبات، ده جاي من دمنهور من سنتين راح مش عارف انبي جه النادي الاهلي خده بقى دلوقتي رقم واحد عشان الفانيلا وعشان اسم النادي. تمام. لو بيلعب في اي حته تانية هيلعب منتخب مصر؟ بس لعب في المنتخب الاولمبي وخد خبرات. امتى ده؟ الفتره اللي فاتت. فين ده؟ انا ما شفتوش. مع مين وكان فين؟ كان موجود. امتى؟ قول لي قول لي. انا بكلمك يعني ادي اهو مثال واحد مش متربي في المنتخبات زي ما انتوا بتقولوا من بدري، واخد بالك؟ ده راجل اجتهد كسر الدنيا من دمنهور. طب انت جايب حالات استثنائيه يا كابتن. لا ده حالات كلها كتير. لا طب استنى 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 خلينا نطلع على فاصل وبعد كده ما انت ما تضيعش الطلعه بتاعتك. اه لا بعد الفاصل بس.